أنا أوزفت أحيي جماهير أوزفت الحماسية وأحيي وجهاء أوزفت وفاعلين السياسيين في أوزفت وأحيي رئيس المجلس الجهوي لولاية أدرار التي أتشرف اليوم بأن أستهل زيارتي فيها من خلال هذه المقاطعة مقاطعة أوزفت. كذلك أحيي بطبيعة الحال المنتخبين في ولاية أدرار وفي مقاطعة أوزفت وأحيي الوجهاء وأحيي الأطر في ولاية وفي مقاطعة وأحييكم جميعا. وراجع لن يعود ما نسيت بيئة من البيئات بيئة نسيت هراني نسلم عليها كاملة. أنا في الحقيقة هو اللي سعيد اليوم بوجودي موجود. والله إلا مرحبا بك بلك ومطرحك والله إلا بلك سعيدين نحن والله إلا بلك. وشفت هذه المدينة العريقة التاريخية مدينة العلم ومدينة العمل الملي بلي انا ولايناك واشتاق لولايناك وصمد ملي فيها ما قبلوا يمشوا عنها وهذا يهون عليه الله المشي عن النوع من المدن لا يعود كارثه حضاريه وكارثه ثقافيه وكارثه تراثيه وكونه لو شفت صمد ولو شفت يهون عليه انا في الحقيقه لا تسمحوا لي شوي يعود فم شوي من البياض قاعد مسجل غير بعض انا قاعد مسجل راسي المره ما يعرفوها شي منهم والله شي من الموريتاني ما نسى احد عنهم على اني ابن هاي المقاطعه. ابن هاي الولايه يلا شرف وهذا كامل الشرف لي اللي نعتبر على حد اعطاها الله على يعود من هون على انها شرف. الله اكبر الله يجازيك والله انها شرف لنا. انا الى قلت قبيل على اني محيي ومسلم على اعيان اوجفت اللي انا اوجفت كاملين نعتبرهم اعيان بصراحه. هون ذي المدينه كيف قلت انا واحد من ابنائها وراجع لن نعود من ابنائها البرره. ان شاء الله ان شاء الله ودور تقعد مسجل علي المدينة ياسر فلاك يا غير نستسمح هذا المقام نستسمح منه الله يجازيك الله يجازيك والدور إن شاء الله نحاول نعوض اللي خاص بالمرور فلاك المجال الله يجازيك يا غير بعد ما هو يا غير ما هو لا يعود بعد اياك ينقب الواحد هاني والله ما ادخره والله ينقب حقوق لها لا يا غير حقوق هون انا الله اريد حقوق لو شفت لين يجبروهم هذا حق لهم وكافيهم قاع ولقيتهم في يوم من الحد هذا. اذا انا جاي هون راك لا ينساو هذا شوي باللي انا جاي في اطار مشروع اكثر شموليه شوي ملي من هذا اللي هو المشروع الوطني الموريتاني مشروع الانتخابات الجايه ان شاء الله والترشحات وهناك الاطار هناك الاطار اكيد على ما فايدكم لو شفت على اني ترشحت الانتخابات الرئاسيه الفايته وجيت هون ندور نسلم عليكم ونعبر لكم عن تقديركم ونعبر لكم عن احترامكم ونعبر لكم عن تأويلي عليكم بطبيعة الحال. الله يجازيك بالاحسان. ماني ناسي نسلم على شباب أوجفت. وعلى أخوات معاك معاك. ونسلم النساء في أوجفت نسلم عليهم. معاك. ونشاكرهم ونشاكر هذا الجمهور الغفير. تحمل هذه الشمس. مع الحماس اللي فيه. ونشاكركم كاملين. غير لا غروة. أنتم الكرم. ما يتعتلكم الله عليكم انا جزاك الله خير مرة أخرى أشكر أهلي جميع أهل هذه الولاية موجودين هون أهلي كاملين أهل الولاية وأعيانهم اللي هون شاكرهم وشاكر منتخبينهم وأعد إن شاء الله وفئاتنا الموجودة هون هو جد الفئات اللي نعتبرها نقولها الفئات المغبونه اللي عندها اجتماعيا شوي ما قدم منها شو اخوتها الثانيين معاهد ان شاء الله واني ما لله ننساهم ولا قدر ننساهم وشو
بارك الله فيكم. راشد تو جاب راشد.